محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أودي سيدي ومولاي الحج المنتظر صلوات الله عليه وعلى أجداده الطيبين الطاهرين هذه القصيدة خدمة لتراب أقدامه الشريفة. أقول بها: ها من ضممت في وسط صدرك المهدي، ها من ضممت في وسط صدرك المهدي، اسقني كأس صبري أرتوي منه في غدي. يا من ضممت في وسط صدرك المهدي، اسقني كأس صبري أرتوي منه في غدي. فدا جسمي أدمته خناجر الغدر، وبعد مهديها وبعد مهديها سيجري الدمع في لحدي. يا نفس ما لك تصاحبين الغم في عمري، تناجين صاحب الأمر، تحوقين ضجرة للبعد. يا نفس ما لك أمارة بالسوء، تزيدين هما بدهري، تريدين الله ليسري أنهارا وكأنك في الخلد. تتوقين لنيل مجدي، تسارعين لبناء قصري، مزخرف بجوهر ودرري أحشاؤه مكسوة بالورد. ما لك وتلك القصور يا نفسي يا ولية أمري، ألا يكفيك كم من قصر ملكت بحب إمامك المهدي؟ ألا يكفيك كم من قصر ملكت بحب إمامك المهدي؟ يا نفس ما لك تصاحبين الغم في عمري، تناجين صاحب الأمر، تحوقين ضجرة للبعد. يا نفس ما لك أمارة بالسوء، تزيدين هما بدهري، تريدين الله ليسري تحتك أنهارا وكأنك في الخلد. تتوقين لنيل مجدي، تسارعين لبناء قصري، مزخرف بجوهر ودرر أحشاؤه مكسوة بالورد. ما لك وتلك القصور، ما لك وتلك القصور يا نفسي يا ولية أمري، ألا يكفيك كم من قصر ملكت بحب إمامك المهدي؟ ها أنت أيها المهدي، ها أنت أيها المهدي، محلق حولنا كالنسر، تنقض على الباطل كنمر، ترهب الأعداء كأسدي، ابن حيدرة ذاك شمسي، وأنت في الليلة قمر، ابن مجتبى البشر، ابن الحسين سيدي ومعتمدي. ها أنت أيها المهدي، محلق حولنا كالنسر، تنقض على الباطل كالنمر، ترهب الأعداء كالأسد، ابن حيدرة ذاك شمسي، وأنت في الليلة قمر، ابن مجتبى البشر، ابن الحسين سيدي ومعتمدي، ابن زين العابدين علي، وابن ذو العلم الباقر، وابن صادق الأمر، وابن كاظم الغيظ مقيدي، ابن علي الرضا، وابن الجواد الإمام بالصغر، والهادي أصلك والعسكري. فيا فخرا أيها المهدي، والهادي أصلك والعسكري، فيا فخرا أيها المهدي، يا قمرا شع يا قمرا شع بنوره الأكوان إلى الفجر، يا قمرا شع بنوره الأكوان إلى الفجر، وليتم نوره في الدهر رغم أنوف المعتدي. اروني من شفاك قطرا أسكر في الذكر، اروني من شفاك قطرا أسكر في الذكر، واحفظني من كل شر، واشفع لي عند الأحد، وأشر لنا وأشر لنا للثار نأتي، وسيوفنا تجري، نغسل عار الكفر، وكل منا للكفن مرتدي. نطبر رؤوس الكفار ونهتف أي نصر، نعيد يوم العاشر وذاك يزيد بيننا يعدي. ترجع لنا الدار وأنت صاحب الدار، ترجع لنا الدار وأنت صاحب الدار، نرث الأرض بالطهر وأنت بفكرك تزدي، وننسب الجهل وننسب الجهل والغباء للشيطان الأكبر، ونصبح دولة العصر، ونصبح دولة العصر إمامها وقائدها وسيدها أنت يا مهدي، ونصبح دولة العصر إمامها أنت يا مهدي، إمامها أنت يا مهدي. صلوا على محمد وآل محمد.